إذن مشاهدينا، تقنيات حديثة لمواجهة السمنة وقياسات الجسم من خلال تطبيقات الطاقة النووية كما شاهدنا بالتقرير، ستسهم بالطبع في إيجاد الحلول المناسبة لعلاج مشاكل السمنة وغيرها من الأمراض المزمنة والخطيرة على صحتنا. طبعا حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو ضيفنا الكريم الدكتور طارق العاتي، باحث علمي مشارك في برنامج الغذاء والتغذية بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. دكتور أهلا وسهلا فيك في العالم هذا الصباح، نورتنا. شكرا، مشكورين، ما قصرت. طبعا دكتور قاعدين نركز الضوء على موضوع جدا مهم عندنا في المجتمع الكويتي وهو السمنة، خصوصا عند الأطفال، وتحت الهواء كنا قاعدين نتكلم عن مدى خطورة هذا الموضوع بما يحمله من أمراض أكيد. طيب هذه الدورة اللي قدمت حاليا من قبلكم مع التعاون مع الوكالة الذرية، طبعا شنو كانت فحواها، شنو كان محتواها، وشلون قدرنا نطلع منها بنتيجة؟ إذا تسمح لي في البداية لازم يعني أقدم بعض المفاهيم. فضل. لأن هناك تفاوت في انتشار الأمراض المزمنة بين دول العالم، وكذلك أيضا هناك تفاوت في انتشار السمنة بين دول العالم. لذلك المنظمات الدولية اللي ترصد الظواهر الصحية هذه يعني أثارت هذا الموضوع وقالت أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة، لأن الأمراض هذه قاعدة تتزايد في معدلاتها. إحنا على سبيل المثال في الكويت عندنا أعلى معدلات السمنة لكل الفئات العمرية في منطقة الخليج وأيضا في منطقة الشرق الأوسط، وهذه المعدلات أيضا تضمن أن تكون هناك معدلات متزايدة من الأمراض المزمنة. ما في مرض من خطر يعني يعتبر هذا. إيه نعم، فالسمنة تعتبر عامل أساسي، عامل اختطار أساسي للأمراض المزمنة. لذلك هم شافوا أن هذه الأمراض المزمنة تظهر عند معدلات عالية من مؤشر كتلة الجسم، وهذا المؤشر هو اللي مسبب يعني مشكلة فنية للباحثين في هذا المجال، لأن مؤشر كتلة الجسم اللي الكل يعرف أنه هو بي ام اي يسمونه بادي ماس اندكس، يعني هو اللي يساعد اللي يحاولون يضعون حلول لتصنيف الناس، هل هذا الشخص معدل كتلة الجسم من ضمن المعدلات الطبيعية أو يعاني من زيادة الوزن أو من السمنة. فلاحظوا أن في الدول الغربية أن اللي يعانون من الأمراض المزمنة تبدأ عليهم أعراض الأمراض هذه لما يتعدى مؤشر كتلة الجسم إلى 30 كيلوغرام لكل متر مربع وما فوق. ولكن أيضا شافوا أن هناك بعض الشعوب تظهر عليهم أعراض الأمراض المزمنة بمعدلات أقل من السمنة. فمع الدراسات واستخدام تقنيات متطورة شافوا أن معدل كتلة الدهن في بعض الشعوب أعلى من معدل كتلة الدهن في الشعوب الأخرى. شنو الأسباب؟ لذلك هما نرجع للأسباب، بس لذلك هذه كتلة الجسم كتلة الدهن وليست كتلة الجسم. كتلة الدهن هي المرتبطة بالأمراض المزمنة. لذلك مشكلة يعني ممكن شخص يكون ما تبين عليه آثار السمنة لكن عنده كتلة دهن عالية. نعم. يكون بالتالي هو عرضة حق الأمراض المزمنة. بالضبط، يعني إذا جبنا شخص من الدول الغربية بي ام اي عنده 24 يعتبر من المعدلات الطبيعية أو ضمن المعدلات الطبيعية، ويبنى شخص آخر من آسيا، خصوصا آسيا، لنفس معدل كتلة الجسم 24 كيلوغرام لكل متر مربع، اثنين، واحد من الدول الغربية واحد من الدول الآسيوية. وهناك يعتبر كتلة الدهن في الآسيوي، كتلة الدهن عفوا في الآسيوي ضعف كتلة الدهن في هذا الطبيعي عندهم. بالضبط، لذلك هو يعتبر من ضمن لذلك هم يحتاجون ان يعدلون في معايير وتقسيم مؤشر كتلة الجسم بحيث يتناسب مع الأعراق أو الشعوب اللي تظهر عليهم كتلة الدهن بكميات بنسب أعلى من كتلة الدهن في الدول الأخرى. فإحنا عندنا كتلة الدهن، إحنا ننتمي إلى الشعوب اللي تظهر على كتلة الدهن بشكل أكبر. رغم كتلة الدهن، رغم أن كتلة الجسم ضمن المعدات الطبيعية. احنا نتكلم ان البي ام اي
تحديدا. شنو السبب دكتور؟ ليش الشخص ممكن يكون شكله ما عنده اعراض سمنه لكن تكون عنده كتله الدهن عاليه؟ اعتقد صعب جدا الجواب على هذا السؤال، سؤال جدا مهم يحاولون يبحثون فيه، ولكن هل هي اسباب اعداد غذائيه ولا هل هي اسباب جينيه؟ قد تكون، لان هم يعني حتى الاطفال، الكارثه ان الاطفال معدلات السمنه قاعده تتزايد. احنا مشكله السمنه في الكويت لا تقتصر فقط على ان المعدلات عاليه، هذه المعدلات العاليه لا تزال مستمره في التزايد. ايضا ان اللي يقع في ضمن الفئه اللي تعاني من السمنه سيستمر في زياده الوزن، الاطفال او غيرهم فيستمرون في زياده الوزن الى ما بعد السمنه او البدانه المفرطه. وهي تتطلب يعني تدخل علاجي مختلف تماما عن اللي يعانون من زياده الوزن او السمنه المقبوله. فلذلك احنا يعني ارادت الوكاله ان تساهم وتدعم الدول العربيه، الدول الاعضاء في العربيه التابعه لمنطقه اسيا يسمونها اقليم اراسيا، لذلك سووا دوره اقليميه للتطرق لمشكله السمنه لدى المراهقين. طبعا المراهقين لانهم حيدخلون الى ما قبل البلوغ، لذلك فمكونات الجسم ستتغير بشكل كبير. فلذلك هم هذه في هناك فجوه بالمعرفه بخصوص مكونات الجسم لدى المراهقين خصوصا في منطقتنا. فلذلك اختارت الوكاله، مشكوره، كانوا يعني كرماء في انهم يقترحون بحث اقليمي. ودعوا الدول الاعضاء بانهم يشاركون في هذا البحث، في هذا المشروع البحثي. ولذلك اختاروا دوله الكويت، اختاروا تحديدا معهد الكويت للابحاث العلميه حتى تكون الدوره الاقليميه في المعهد. هل بسبب ارتفاع نسبه السمنه عندنا هنا بالكويت؟ شنو كان سبب؟ كان سبب انا اعتقد تقديرا منهم لدور المعهد في الابحاث، وتقديرا منهم للامكانيات والقدرات المتوفره في المعهد، سواء تكنولوجية أو قدرات بشرية عالية التدريب. واحنا سبق، احنا في الحقيقة عملنا أبحاث على مكونات الجسم وتحديدا للفئة اللي بين 7 و9 سنوات، وبالفعل تبين لنا ان الأطفال اللي يتم تصنيفهم مؤشر كتلة الجسم ضمن المعدلات الطبيعية لهم كتلة عالية من الدهن تشابه الكتلة الموجودة في الفئة اللي تنتمي إلى اللي تعاني من السمنة. هل هذا يعني يعتبر مؤشر؟ هذا مؤشر خطير، أنه لازم يكون مؤشر خطير، لأن كتلة الدهن هي المرتبطة. مشكلة السمنة ليست الكتلة الجسم بحد ذاتها، ولكن مشكلة السمنة تتعلق بشكل مباشر بين كتلة الدهن بالأمراض المزمنة. كل الأمراض المزمنة لها دور، يعني كتلة الدهن لها دور مباشر في تطور هذه الأمراض. دكتور، بالعودة إلى الدورة والتقنية اللي تكلم عنها التقرير، إذا تحدثنا أكثر عن هذه التقنية وأيضا عن الدورة، وشنو إذا في توصيات طلعت منها أو نتائج لهذه الدراسات؟ نعم، شكرا. حقيقة الوكالة، يعني ليش الوكالة الدولية طاقة ذرية تبنت هذا المشروع؟ طبعا هناك عدة منظمات دولية تتبع الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية اللي أظهرت بيانات مهمة بخصوص السمنة وارتباطها بالأمراض المزمنة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية طورت تقنيات دقيقة جدا، آمنة وما لها أي تأثير على صحة الناس. لذلك حاولت انها تشجع كل دول العالم خصوصا الدول الاعضاء التابعه للوكاله بانها تتبنى هذه التقنيات خصوصا في الدول اللي تعاني من مشكله السمنه ومن الأمراض المزمنه. فلذلك هم اقترحوا ان نستخدم التقنيات المتعلقه بالنظائر المستقره، اسمها النظائر المستقره، ذات هي لها علاقه بالطاقه النوويه. هذه النظائر المستقره غير مشعه، وهي موجودة في أجسامنا، موجودة في الماء اللي نشربه، موجودة في الأكل اللي ناكله. فهي تقنيات جدا آمنة، وتستخدم حتى للأمهات المرضعات، تستخدم للأطفال الحديثي الولادة لتحديد أيضا مكونات أجسامهم.
او لتقييم مثلا هناك هذه تقنيه لها تطبيقات عديده، منها التطبيقات المتعلقه بمكونات الجسم، ولكن لها تطبيقات ايضا مهمه للتقييم التغذوي للافراد وللمجتمعات. خلينا نشرح دكتور ما يخالف، خلينا ناخذ فكره نوضحها اكثر، هذه التقنيه بالذات يعني شلون تصلح او شلون تقدر انك تقرا مكونات الجسم او ما يحمله الجسم من سواء كانت سمنه او ما يشكلها عليها اكيد بالتالي من امراض، شنو الطريقه اللي نقدر ان احنا نعرف يعني احنا جبنا الياهل شنو راح نسوي؟ هناك جرعه من الماء تسمى ماء الثقيل اللي تحتوي على نظائر المستقره وتحديدا نظير الهيدروجين اللي يسمى الديوتيريوم. الهيدروجين فيه ثلاث نظائر له بشكل طبيعي، البروتيوم اللي هو موجود تسعة اكثر من 99.8 يمكن موجود في الطبيعه، في نظير مشابه له بس زائد بروتون واحد، نظير مشابه مستقر غير مشع يسمونه الديوتيريوم. هذا النظير المستقر اذا دخل جسم الانسان الجسم يتعامل معه كانه يتعامل مع الهيدروجين العادي، فاحنا نسميه ماء ثقيل. هو بالفعل ماء، هو ايضا مثل ما قلت موجود في ماء الخليج، ماء مياه الشرب، مياه البحر، مياه الابار، موجود بشكل احنا قص يعني احنا قسناه بالمعهد طبيعي. حوالي 147 جزء من المليون، فهو موجود في بيئتنا يعني ونشربه وموجود في اجسامنا. فاحنا نعطي الجرعه قليله جدا من الماء الثقيل للطفل، وبعدين نجمع عينه من تكرمون من البول لحساب اجمالي كتله الماء. اذا عرفنا، وهذا تعتبر التقنيه المعياريه لقياس مباشر لكتله الماء في الجسم. اذا عرفنا كتله الماء عرفنا الكتله الخاليه من الدهون في الجسم بشكل دقيق، فبالتالي تعرفون. فاذا شلنا اذا نقصنا الاجمالي الوزن البقيه يكون هو كتله الدهن، فيكون بالضبط. اذا نقصنا الكتله الخاليه من الدهن من اجمالي الكتله فتظهر عندنا يظهر عندنا تقدير دقيق جدا لكتله الدهن في الجسم. دكتور، وهذا القياس هذا ممكن مثلا يتنبأ في ان هذا الطفل او هذا المريض انه عرضة للسمنة أو يعني يقرأ تاريخه الطبي، ولا فقط أنه يعين إذا كان أصلاً مصاب بالسمنة يمكن تحديده؟ هو فقط لقياس كتلة الدهن فقط، فبناء عليه تسوي التحاليل المطلوبة. بس هناك يعني إحنا إذا عرفنا كتلة الدهن، إذا حاولنا أن نحسن في سلوك الصحي للأطفال في المدارس، فحاولنا على سبيل المثال حاولنا نزيد نشاطهم البدني أو تحسين سلوكهم الغذائي، فاحنا بنعرف وين التأثير. هذا بيكون تأثيره على أي مكون من مكونات الجسم، هل كتلة الدهن ستقل أو تقل الكتلة الخالية من الدهن، خصوصا العضلات. احنا نحاول الكتلة العضلية هي الكتلة النشطة الوحيدة، الكتلة الوحيدة النشطة في تمثيل الطاقة ثم الانرجي ميتابوليزم، هي الوحيدة الانرجي يعني اكتف تشو في الجسم. لذلك هي محتاجينها انها تكون موجوده في الجسم، وان الجسم ما يخسرها بسبب الدايت بسبب الحميه الغذائيه، ولذلك لابد من زياده الكتله العضليه والحفاظ عليها. طيب، فاحنا المكون المستهدف من اي تدخل هو كتله الدهن، فلذلك حتى نقيم اي تدخل نحتاج هذه التقنيات عشان نقول لنا ان بالفعل كتله الدهن قاعده تقل بسبب زياده النشاط البدني. قبل لا نختم معك دكتور، بس باختصار، هل احنا بالكويت يعني راح نقدم على هذه، يعني راح يكون في موجود مثل هذه التقنيه بسهوله متوفره للناس اللي احنا بدينا فيها من قبل 10 سنوات في المعهد. بس شلون اذا بنروح نسوي فيها؟ احنا لازم للاسف دور المعهد هو الابحاث التطبيقيه لخدمه قطاعات مختلفه في الدوله وليست خدمه مفتوحه للمواطن. احنا نحاول تعميم هذه، احنا نحاول نصمم برامج يعني للحد من متزايد معدلات السمنه، فاحنا محتاجين هذه التقنيات حتى نقيم هل التدخل، هل البرامج هذه قاعده بالفعل تنزل كتله الدهن لدى الاطفال او لا. يعطيك العافيه طبعا اكيد على هذا العمل، وفعلا نحتاج مثل هذا الموضوع في الكويت مع هذه الارتفاعات في اعداد السمنه. شكرا جزيلا. مشكورين. اذا كان معنا الدكتور طارق العاتي، باحث علمي مشارك في برنامج الغذاء والتغذيه بمركز ابحاث البيئه والعلوم الحياتيه في معهد الكويت للابحاث العلميه. عشان نفاصل ونكون معكم باقي فقرات العالم هذا الصباح.